أنا سعيد بلقائكم جميعا أبنائي وبناتي. أنا أحفادي من أعماركم، حفيدي تخرج السنة من الجامعة، فأسعد بأن أرى الشباب وأن أرى فيكم أحفادا وحفيدات. هكذا ستستمر قضيتنا وهكذا سيبقى وجودنا رغم كل ما نسمعه ورغم كل الظلام. لن يستطيع أن يطفئ شمعة فلسطين أي محاولة أو أي ظلم أو أي عدوان. فنحن فينا وفي كل واحد منا فلسطين، وفينا وفي كل واحد منا الأردن، هذا البلد الكريم الذي احتضن كل فلسطيني وأعطاه حقه كاملا كمواطن أردني. فتحية لهذا الوطن الكريم ولقائد هذا الوطن الكريم. أنا سعيد بأن أكون معكم للسنة الثانية، وأشكركم على دعوتي وتكريمي بأن أكون معكم في هذا اللقاء. موضوعنا موضوع بدأ هاما، موضوع التصوير الضوئي أو التقاطع الضوئي، إلا أنه أصبح أكثر أهمية وسيصبح أكثر أهمية إذا نظرنا إلى تطور تقنية المعلومات والاتصالات، وهي موضوعي الأول واهتمامي ومن أول اهتماماتي. وكما تعلمون كان لي شرف أن ترأست فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات الذي وضع الاستراتيجية الدولية لتقنية المعلومات والاتصالات التي نرى مسيرتها في العالم حاليا. التصوير المنظوري أو التصوير الضوئي أو الفوتوغرافيا، والفوتوغرافيا من روت أو من أصل يوناني، وهي تعني الرسم بالضوء. أول من وصف آلة التصوير وتحدث عنها، وهنا يجب أن يكون موضع فخرنا، كان عالما عربيا، هو ابن الهيثم، وذلك قبل أكثر من 1000 عام. هذا هم العرب، وكل من يريد أن يقنعنا بأننا أمة تسير إلى الانقراض أو إلى الانحطاط أو إلى التفتت والدمار هو خاطئ، لأن تاريخ هذه الأمة لا يسمح إلا بأن تعود وتقود العالم مرة أخرى. وكلمة كاميرا التي نعرفها اليوم أيضا أصلها عربي، هي مأخوذة عن كلمة قمرة والتي تعني الغرفة المظلمة. فإذا في واحد من مئات النماذج والأمثلة نحن صنعنا المعرفة ونحن أساس المعرفة في هذا العالم. التصوير الضوئي يعتبر فن كأي فن من الفنون، كالموسيقى، كالشعر، كالنحت، كالرسم، بل هو أكثر قربا إلى الرسم، لأن التصوير هو عملية إنتاج صور بواسطة تأثيرات ضوئية كما نعرف. فالأشعة المنعكسة من المنظر تكون خيالا داخل مادة حساسة للضوء داخل آلات التصوير، ثم تعالج هذه المادة فيما بعد وينتج عنها صور تمثل المنظر. إن تطور التكنولوجيا سيسير بسرعة متراكمة، ليس فقط بسرعة، أي بما يستعمل في الكلمة العربية exponential، أي أنها سرعة تزداد سرعة، وليس فقط سرعة. لن يسير العالم بسرعة كما هو الآن، بل سيسير بسرعة أكثر سرعة. ما بديش أخرج عن الموضوع وأخذكم إلى آفاق كثيرة. نحن نتوقع أو الخبراء في هذا المجال في العالم يتوقعون أن عام 2050 سيكون نقطة تحول في العالم،
ليصبح الإنسان والآلة متساويين ومتلازمين ومتشاركين. يعني هيجي يوم تمر قدام الكمبيوتر يقول لك الكمبيوتر ليش غيرت لون الملاية اللي حطها على شعرك، أو يقول لك جرافاتتك مش رايحة مع الطقم تبعك، وستتحاور معه وتقنع الكمبيوتر أو يقنعك هو، وسيكون علاقتنا وتعاملنا مع الكمبيوتر مع الأجهزة أكثر من تعاملنا مع بعض. هذا في الوصول إلى هذا يعني أننا سنمر بمراحل كثيرة وكبيرة مما يسمى الذكاء المصطنع، وهذا ما نصل له هو نتيجة الذكاء المصطنع Artificial Intelligence. Artificial Intelligence سيحول الآلة لتصبح أكثر ذكاء، وسيحول الإنسان ليصبح أكثر ذكاء، أي أن الآلة ستزيد ذكاء الإنسان وذكاء الإنسان سيزيد ذكاء الآلة، سيصبح طاقة ذاكرتنا أوسع، سرعة تفكيرنا أكثر، قدرتنا على الحساب أكبر إلى آخره. هذا موضوع آخر مش يعني عفوا أخذتكم فيه لأنني هو ما يشغلني حاليا وأصرف كثير من وقتي في متابعته، لأن بالمناسبة أول درس كمبيوتر أخذته كان سنة 72 ما أظنش أي واحد منكم كان موجود.